أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز للمسلم أن يصلح بين رجل وامرأته بأن يقرأ القرآن والأدعية المأثورة عليهم بنية الإصلاح؟ هذا ورد، ما هو إصلاح، هذا ورد. الإصلاح أنه يشوف الخلاف اللي بينهم يتدخل في إصلاحه ويمنع المخطئ من الخطأ منهما، يمنع المخطئ من الخطأ ويذكره بالله عز وجل ويعظه وينصحه، هذا هو الإصلاح. ولو تحمل مالا في مقابل ذلك فهو مأجور. أما الدعاء وقراءة القرآن هذه أذكار وورد.